اسرار مدار في طرد محمود علاء النهارده في مباراه الاتحاد، وانا كنت انتقدت كثيرا ما فعله محمود علاء النهارده بصراحه. انا متفق تماما، رغم انه كان يستحق الاشاده في ادائه. لكن ليه كابتن وليد عبد الرازق عنده مشكله ان هو دايما يعني شديد اجريسيف؟ حتى النهارده الصوت كان باينه كل ماتش بيحكمه كابتن وليد عبد الرازق يقول اي حد هيعمل حاجه جوه ال 18 هيتحمل مسؤوليتها. مش مسؤوليتي ان انا اقول كده، ما انت خلاص لعيب كوره، مش هتقول له كل شويه انت تحمل مسؤوليتها ايه؟ خلاص في حد عمل حاجه بتحتسب ركله الجزاء او تحتسب المخالفه. فاللي حصل ان هو حصل اكبرهم كلام في اكتر من مره، ففي كوره لا بس الصوره خد فيها انذار. انا بقول لك انت قلب النص، انا بقول لك انت قلب النص. قال له ايه؟ قال له انت كنت مستني الانذار ده عشان تديهوني. قال له يعني كنت مستني الانذار عشان اديهولك؟ قال له انت قاصد ان انت بتعمله ده. فراح شخط فيه، قال له تعالى هنا، فراح حط ايده على بقه. ماذا قال محمود علاء؟ هو ليس سبا ولا يعني اعتداء لفظيا. حط ايده ليه؟ حط ايده علشان يقول له طب خلاص ماشي، انت قاصد تعمل معايا كده يعني؟ انت متعمد تعمل معايا كده؟ ماشي يا سيدي ماشي. فراح عامل له كده، فراح مديه طلع له الكارت الاحمر مباشره. ممكن اسال سؤال؟ معلش اتفضل. حضرتك دلوقتي لو انت عايز تقول لي كريم انت غلطان انت عملت كده، هتبقى محتاج تحط ايدك على بقك. ما هو عشان في ناس بقت لازمه. انا لا ادافع عن محمود علاء، هو مخطئ. خلاص بالظبط. بس يعني انت حضرتك لفتت النقطه مهمه جدا، وهي ان الحكم لابد ان يكون هادي، ما يستفزش اللاعب، كل ده مفهوم، بس اللاعب برضه لازم يبقى ملتزم مهما كانت الضغوط. انا باكد مره ثانيه ان اللاعب غلطان، برافو، ما اقدرش اقول اكتر من كده. صحيح. لكن بقول لك عشان الناس تبقى عارفه. العقوبه من 4 ل 6 ماتشات، لان الاعتداء على الحكم جسديا او لفظيا ده راح في حته ثانيه خالص. بقى هو كده هياخد كام ماتش؟ من 4 ل 6. لما نشوف بس هيعملوا ايه في سافيو. من 4 ل 6 عندنا سافيو الاول، نشوف هيعملوا ايه في بوليفيا في سافيو، ونقارن بين الحالتين. نشوف بس احنا قعدنا 3 اشهر نتكلم في موضوع سافيو ده، هيعملوا ايه بعد كده؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. حاجه بص اصلا سافيو تحديدا حتى لو هناك عاقبوه، ما هيعاقبوه هناك. لا الناس بقى قالت لك بقى لازم يبلغوا، لازم بوليفيا. احنا هنقول لبوليفيا اتحاد الكره في بوليفيا يبلغوا الفيفا عشان يوقفوه في مصر. محمود علاء ان شاء الله يعني ربنا يا رب يعني يعينه في اي عقوبه. هو عنده مشكله، عاقب 4 6 مرات وراح الدوري الفرنسي دلوقتي، مش هيوقفوه في الدوري الفرنسي مثلا. لا لازم يبلغوا الاتحاد الدولي. محمود عنده مشكله ان هو كان عليه ضغوط كبيره جدا وعايز يلعب، فده خلاه عصبي. انا كل ده لا ابرر بقى، اقول لك هو ماشي كويس. انا مجنني ان هو ماشي كويس، ده مباراتين للاتحاد دون ان يدخل مرماهم اي هدف. تالق الحارس طبعا ماتس باون، وتالق الدفاع. دفاع الاتحاد السنه اللي فاتت واللي قبلها لو تفتكروا كان دفاع كارثي، اكتر في بيستقبل اهداف، دخل فيهم 4 اهداف بالظبط. كان حسام حسن سموح. صحيح، وتعادلوا 4-4، كانت نتيجه كبيره جدا. صحيح مسموح. الدنيا مختلفه السنه دي، والناس اتعلمت من اخطائها في الاتحاد السكندري عكس انديه ثانيه. نكمل بعد كده. نكمل.